الفيديو ده يعتبر من أهم الفيديوهات خلال الفترة الحالية، وده لأنه هيساعد بشكل كبير في التغلب على نقص أهم صنف لازم يكون موجود في الصيدليات في الفترة دي والأيام اللي جاية، ده إذا كان أصلاً الصيدليات مش بتعاني من نقصه خلال الفترة اللي فاتت. وطبعاً الصنف ده هو محلول الجفاف. خلال الفترة دي والأيام الجاية هلاحظ طلب كبير جداً على محاليل الجفاف، وده بسبب حالات الإسهال الشديدة جداً في أسوان، واللي من المحتمل انها تكون بسبب الكوليرا. الكوليرا هي عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الماء الملوث او الطعام الملوث ببكتيريا اسمها الفيبريو كوليرا. اللي خلى الكوليرا مرض خطير جدا انها بتسبب اسهال شديد، من الممكن ان هي تؤدي الى جفاف. الجفاف ده لو ما تعالجش بشكل سريع من الممكن ان هو يؤدي الى الوفاة. وبالتالي العلاج الاول والاساسي للاسهال الشديد اللي بتعمله الكوليرا ومحلول الجفاف اللي بنلاقيه في الصيدليات في الاو ار اس او اللوهيدران او الاكوالايت او البيبي لايت. ولكن طبعا بسبب الطلب الكبير اللي هيبدا يحصل من الممكن ان هو يؤدي عجز في محاليل الجفاف وينقص من الصيدليات. طب ازاي نحضر محلول الجفاف في البيت؟ طريقة تحضير محلول الجفاف سهلة جدا ومن الممكن أي حد في البيت يعملها بسهولة. طبعا محلول الجفاف ده من الممكن إن هو يكون سبب في إنقاذ حياة شخص من الموت لو عنده إسهال شديد من الكوليرا. فخلينا نعرف بالظبط إزاي نحضر محلول الجفاف. أول حاجة بنجيب لتر من الماء، اللتر ده يكون سبق غلي، غليناه ونسيبه لحد ما يبرد لدرجة حرارة الغرفة. يعني مثلا التلات أزايز دول إحنا عندنا الإزازة 330 مللي، التلاتة تقريبا هيعملوا لنا لتر. يبقى انا عندي ادي 3 ازايز من ال 330 ادي لتر ماء نغليه. بعد ما نغليه نسيبه يبرد لحد درجة حرارة الغرفة. طبعا لازم انبه على كل مكون، لازم تكون المية نظيفة معروف مصدرها، دي اهم نقطة. تاني حاجة بنجيب 6 معالق سكر، السكر عندنا المقدار بتاعه 6 معالق سكر. بعد كده بنجيب نص معلقة ملح، يبقى دول المكون الثلاثي لمحلول الجفاف. نص معلقة ملح، 6 معالق سكر، لتر ماء سبق غلي وسيبناه يبرد لحد درجة حرارة الغرفة. بنخلط نحطهم على بعض، اللتر نضيف عليه 6 معالق سكر ونص معلقه الملح ونقلبه كويس جدا، نقلب 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 لحد ما يبقى خلاص محلول متجانس. كده احنا حضرنا محلول الجفاف ونقدر ناخد منه. طب ايه هي الجرعه المناسبه من محلول الجفاف بعد ما حضرناه؟ بالنسبه للاطفال اللي اقل من سنتين بتكون من 50 الى 100 مللي بعد كل نوبه اسهال او ترجيع، واللي من سنتين الى 10 سنوات تكون الجرعه بتاعتهم من 100 الى 200 ملي بعد كل نوبة اسهال او ترجيع. لكن اللي فوق 10 سنوات خلاص دول بيكون جرعتهم من 200 الى 400 ملي بعد كل نوبة اسهال او ترجيع. واخيرا نخلي بالنا ان الكوليرا بتنتقل عن طريق الماء الملوث او الطعام الملوث او الايادي الملوثه. يعني ايه؟ يعني نخلي بالنا ان الميه تكون معروفه المصدر او معدنيه وبلاش شرب من الحنفيه الفتره دي. بالنسبه للطعام نخلي بالنا بلاش اكل من خارج البيت الفتره دي بشكل كبير، او لو هناكل يكون من اماكن معروفه المصدر والجوده. واخر حاجه بالنسبه للايادي لازم نغسل ايدينا بشكل كويس جدا بعد استخدام اي حاجه لمنع انتقال العدوى من اي مصدر خارجي. وربنا يحفظنا واياكم. واتمنى طبعا الفيديو ده اعتقد مهم جدا لكل الناس، فيعني نقدر نشاركه مع الناس ونوصل المعلومه دي، وربنا يوفقنا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.